أشهد أن لا إله إلا الله، الفرح بحلم الله، الفرح برحمته مع العاصي. قد ايه ربنا حليم على العاصي ورحيم على العاصي. المعاصي اللي ملت الدنيا دي كلها الواحد لما بيمشي، يا حلمك يا رب بترزقهم يا رب وهم بيعملوا كده، واحنا بنعمل كده بترزقنا يا رب. الحلم، احد السلف حكى قصه حصلت له، القصه ممكن تكون عجيبه جدا يا جماعه، بس والله العظيم اللي بيحصل واحنا مش دارين اعجب واعجب واعجب. اللي بيحصل جوه جسمك من اللي الطب اكتشفه اعجب مليون مره. كان هو واحد السلف كانوا في رحله لطلب العلم رايحين للشام، فمروا على نهر الاردن، فايه ميلوا كده شويه جنب نهر الاردن، فبيقولوا يعني انتبهوا على عقرب جاي معدي بسرعه. فلما انتبهوا على العقرب، العقرب ايه اللي يجيبه جنب الميه ده؟ العقرب ده بيعيش في الصحراء القاحله. بعد كده لقوا العقرب وقف على الشط، جت ضفدعه وقفت على الشط، ركب عليها العقرب وبدات الضفدع تسبح بالعقرب لغايه الشط الثاني. فكانوا هيتجننوا، هو ايه اللي بيحصل ده؟ احنا فين؟ فهم كمان عبروا الشط بسرعه، ركبوا عبروا الشط بسرعه، فبداوا يسبقوا العقربه زي الضفدعه. لقوا العقرب نزل على الشط وطلع جري زي السهم في اتجاه معين، جري مطلوق زي السهم. فطلعوا يجروا يشوفوا العقرب رايح على فين، لقوا واحد نايم. فقالوا بس الحمد لله ده ربنا بعتنا عشان ننقذ الراجل ده، ده العقرب ده راح يقرص الراجل. بيبصوا لقوا الراجل نايم وجنبه ازازه خمره، زجاجه خمر شربها وسكر ونام. ولقوا تعبان جاي على الراجل ده هيقرصه، العقرب انقض على التعبان قرصه موت التعبان، وقام رجع تاني كأن شيء لم يكن. فصحوا الراجل بسرعه قالوا اصحى انظر ماذا فعل الله بك. فقال لهم في ايه؟ الراجل بص بيبص يمينه لقى ازازه خمره، بيبص شماله لقى تعبان ميت. قال لهم في ايه؟ حكوا له القصه من اولها. قام الراجل وهو يصرخ ويقول يا رب هذه معاملتك بمن عصاك، فكيف بمعاملتك بمن اطاعك؟ يا رب هذه رحمتك بمن عصاك، فكيف برحمتك بمن اطاعك؟ يا رب يا رب دي معامله ليا وانا بشرب الخمر وبرتكب الكبائر، امال يا رب لو اطعتك؟ وكانت قصه توبه الرجل. يا جماعه ربنا بيعمل لنا الاخطر من كده. الشاب اللي ماشي الوقت على الطريق السريع والواحد جاي قاعد يغرز وراكب العربيه ومعلي الكاسيت وفي غرزه واحده ممكن يتفرم تحت عربيه، ربنا ما بيسيبوش ليه؟ الشباب اللي بيطلعوا مع بعض سجاير ومخدرات واغاني ومسافرين محدش فيهم صلى، وياما كان ممكن يحصل لهم حوادث يتفرموا، ربنا نجاهم ليه؟ ربنا بينجي العصاه ليه؟ ربنا بينجي العصاه من الاخطار ليه؟ بيشفيهم من الامراض ليه؟ بيرزقهم ليه؟ بيعافيهم ليه؟ ليه؟ لانه رب كريم، لانه رب عظيم، لانه ربنا حليم سبحانه وتعالى. الفرح بحلم الله.